الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. تعتزم شركة تسويق النفط العراقي توسيع حصتها في السوق الأوروبية وسط تراجع الواردات الروسية في المنطقة وحاجتها لتوفير البدائل. وقال رئيس الشركة على الياسري إن آليات عمل شركة تسويق النفط تتركز على ما يضمن المحافظة على الحصص التسويقية للنفط الخام العراقي في أهم أسواق النفط الخام العالمية كآسيا وأمريكا وأوروبا. وأضاف أن الشركة تعمل حاليا على توسيع حصتها في السوق الأوروبية مستثمرة تراجع الواردات الروسية في المنطقة وحاجتها لتوفير البدائل. قال متعاملون أوروبيون لوكالة رويترز إن العراق اشترى الأسبوع الماضي حوالي 150 ألف طن من القمح، من المتوقع أن يكون أغلبها من كندا وليتوانيا وربما أستراليا. وأضاف المتعاملون أنه يعتقد أن الكمية تشمل 50 ألف طن في الأقل من القمح الكندي، قيل أنه تم شراؤها بأقل سعر عند 489 دولار للطن الواحد شاملا تكاليف الشحن. هذا يقدر بعض العاملين أنه تم شراء 100,000 طن من كندا. وكانت الحكومة في بغداد قد أعلنت الحاجة إلى استيراد 5 ملايين طن من القمح في عام 2023، من بينها 1 مليون طن على الأقل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجديد. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية عن ضبط 8 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم القصر الأوسط بمحافظة البصرة. وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي إنه تم ضبط 8 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم القصر الأوسط، مضيفا أن الحاويات تحتوي على مواد غذائية متنوعة وجميعها متجاوزة المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة. تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة فاو خلال شهر تشرين الأول الماضي بهبوط بلغ نحو 15% عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في شهر آذار المنصرم. وقالت منظمة فاو إن مؤشرها الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم بلغ في المتوسط 135 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 136 نقطة في شهر أيلول. وبينما شهدت الأسعار بشكل عام انخفاضا، ارتفع مؤشر الحبوب 3% مع صعود القمح 3.2%، بما يعكس بالأساس الغموض المحيط بالصادرات من أوكرانيا ومراجعة خفض الإمدادات من الولايات المتحدة. اتفق أعضاء مجموعة السبع على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بهدف تقليص عائدات الكريملين وكبح ارتفاع أسعار الطاقة. وقال مصدر من مجموعة السبع لوكالة رويترز إن التحالف وافق على أن يكون الحد الأقصى للسعر ثابتا وتتم مراجعته بانتظام بدلا من خصم على المؤشر العام للأسعار. وعلى مدى أسابيع أجرى مسؤولون أمريكيون ونظرائهم من دول مجموعة السبع مفاوضات مكثفة حول الخطة غير المسبوقة لوضع حد أقصى لسعر شحنات النفط المنقولة بحرا، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 5 من كانون الأول المقبل. أما الآن فلننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
الكتم والموجز. إلى اللقاء.